وملح وكمون وفلفل ودي وكاري اهم حاجه وتتحط ديت في الثلاجه من بالليل، واما تيجي بقى تقليها تنفضها من التتبيله بتاعتها وتحطها في دقيق فقط والزيت غزير وتقليها. اللهم صل على المطاعم بالظبط. اللهم صل على بقى سخن بقى والصلاه على حضره النبي. الصلاه على حضره النبي صباح. طب كمان كل الكلام ده جميل وهنعمله زي ما انت قلت كده برضو، بس انا ببسط الامور كده زي ما انت شايفه حضرتك اهو، لان الست طالبه وعايزه تعرف الحاجه ما تتحرقش منها او تقلف البريد بتاعها هيقع، فبنعمل كده. احنا بنقول دي اكزامبل يعني، او يعني زي ما بنمثل وقوله بمثله، دي زي الحلقات. ست مارتينا الو. سلام عليكم يا مارتينا. ازيك يا شيف؟ صباح الهنا على عيونك يا فندم. الله يخليك. تأمر يا فندم. لو سمحت بس كنت عايزه اسال على طريقه عمل الجلاش بالكاستر. الجلاش بالكاستر؟ طب خليكي بقى معايا يوم الخميس، هنعمل طريقه الجلاش الجميله اللي هتعجبك، هتشوفوها يوم الخميس ان شاء الله. هنعمل حلقه خاصه عن الحلويات، وفيها الجلاش، فيها صوابع زينب، فيها كنافه، فيها بسبوسه، لان المخرج قرص عليا وقال لي لازم تعمل حلو. يا ما تبقاش انت حلو، اعمل له ايه بس يعني؟ برغم انه عنده مخرج تاني اسمه الحلواني، ساب الحلواني وقفش فيا انا. هو كده احنا يا اولاد مصر. طيب كده اهو، ده طبعا طبق غريب شويه، بس احنا طبعا لازم نعمل حاجات تراضي حضراتكم اهو. نحط دول كده هنا، لازم احطهم في التلاجة يريحوا شويه يا ست الكل. احنا بنقول دي اللي هو الصبيط، يعني بنمثل يعني بالمثل يعني مثلا اهو. لو الدقيق او البقسماط وقع من على ده هيقع من على الصبيط اهو. كده هنحطهم بقى كده في التلاجة لمدة ربع ساعة، ده احنا هقليهم مع بعض. اشيل بقى عشان المخرج بيقول انت عطلتني وده مش في النص. حاضر يا عم. جارليك بتر لايم. ايه هو؟ جارليك بتر لايم. طيب حاضر. بيقول لي انت بتكلمني لغات وعامل لي فيها توت فروت وتمن فرغيت. ماشي. اشيل بقى الحاجات دي من هنا. كده هنعرف ايه في الفنادق لما بنخش ونقول لك انا عايز جارلك بطر لايم؟ ده بيمشي مع المشويات بالذات. المقلي، السمك المقلي بيمشي معاه تارتار صوص او مايونيز، لو بارد يمشي معاه كوكتيل صوص او ساوزند ايلاند، ده البارد. السخن بيمشي معاه تارتار صوص اللي هو مينيز مع خيار مع بيض مع بقدونس مع توم. لكن السخن في السمك المشوي بيقولوا له ايه؟ جارليك بتر لايم. السمك المشوي او الجمبري المشوي، مش بالرده، مش بالرده. كده اهو هنشوف دلوقتي مقاديرنا. المقادير على الشاشة، عندي سمك فيليه، عندي سمك فيليه مشوي، دقيق، زبدة، كريمة لباني، ايه دي بابريكا دي ولا ايه؟ لا ما فيهوش بابريكا ولا كمون، ده من الحاجات الأوروبية أوروبية. عندي بقى نقول ايه؟ ليمون، وعندي توم، مفيش فلفل حار فيه، وعندي كريمة لباني وزبدة
ده الاوفر اللي احنا عملناه. طيب هنشوف بقى هنتبله الاول ونشوف هنعمل ازاي الجارليك باتر لايم. اهم حاجه عندي الزبده اللي هنعملها، زبده الثوم والليمون، جارليك اللي هو الثوم، بتر اللي هي الزبده، لايم اللي هو الليمون كده اهو. طيب كده الاوروبيين يا جماعه ليهم تكنيك في اكلهم جميل جدا، ما بيحبوش دايما الحاجه النفاذه. زي ايه؟ الكمون مش مرغوب عندهم في اوروبا كتير، مش مرغوب عندهم كتير. لا هنحط له الاول ليمون اهو، ملح وفلفل اهو، وشويه اعشاب. شيل دي شويه اعشاب اهو، كده اهو، نقلب كله مع بعضه كده. ده عشان اشويه وما يلزقش مني. هعمل ايه؟ حاجتين بعملهم الاول، ادي شوية زيت اهو على الشواية، صلى على النبي. وهنا ادي شوية دقيق، مش كتير، عامل كده اهو. كارما، الو، سلام عليكم يا كارما. ايوه ازيك يا شيف؟ ازيك يا ست كارما؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ في نعم والله يا ستي. انا والله العظيم بحبك جدا وبتفرج عليك كل يوم كل يوم. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. ربنا يخليك، انا عروسه على فكره وتعلمت منك كل حاجه. ربنا يجبر بخاطرك يا ست العرايس. والله العظيم يا شيف انا ما قلتش لماما على اي حاجه، انا بتعلم منك كل حاجه والله. ما تدينيش في ده وتقولي تجيب سيره ماما دلوقتي عشان تعمل علينا ترفع علينا قضيه. لا لا والله، ده ايه اللي بتقولي؟ بتقولي روحي شوفي الشيف شرديني. ربنا يخليها لك يا بنتي. ربنا يخليك. كنت عايزه اقول لك الصلصه بتجوز مني على طول، وعايزه اسبك الصلصه. عايزه ايه يا فندم؟ الصلصه بتجوز مني على طول. صلصه؟ اه. صلصه ايه بقى حضرتك انت؟ الصلصه بتاعت المكرونه. لا ازاي ده، انا لازم نعملها سوا مع بعضينا تطلع معاك زي الفل. في حاجه معقوله تبوظ مننا واحنا موجودين؟ لا انا بقى على طول بتطلع مني يعني فاتحه خالص كده، مع اني بحط لها بطرمانات الصلصه الجاهزه دي. لا لا لا، نعملها سوا دلوقتي. حاضر، على عيني على عيني يا ست الكل. طيب كده هنا صلي على الحبيب. عندي كريمه لباني، عندي ليمون، عندي زبده، ونشوف كده هنعمل ازاي الجارليك باتر لايم. طيب كده هستاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوردر محطه تروح باي حته. كده نزلنا بالكاليماري في الفاتوره، مش كاليماري ولا حاجه، ده احنا بنضحك مع بعض، بس هي شبيهه للكاليماري. اي حاجه عايزه تتقلي اهو كده، ده الفرايد اونيون مع البيبر اهو، يبقى دي مكان الجارليك باتر لايم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. حضرتك كل حاجه طالعه اهي،
ونصلي على النبي اهم حاجه عندنا. السمك في الفرن وادي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، بنقول ان الحاجه بتاع مننا او العيش البقسماط بيقع اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا ست الكل، ولا حاجه وقعت مني اهو، ولا حاجه وقعت مني. طيب دي اللي بنقول عليها ايه؟ زي الكاليماري كده. عندي زبده اللي بنقول ايه؟ الجارليك بتر لايم، زبده ادي، التوم، والسمك عندي في الفرن. السمك عندي في الفرن كده اهو. التومه بتاعتي ما بتحمرش يا جماعه، زبده كتير كده. السمك بعد ما خدته علمته على الشوايه دخلته الفرن اهو، وادي ممكن ننقص حته الزبده اهي عشان ما نضيعش وقتنا. بس نعمل ايه بقى يا سيدي؟ مجرد ما تصفر كده تاخد بس على اللون اهو، عايزها بس تبقى مستكاوي، تبقى ايه؟ مستكاوي. يبقى كده حضراتكم عملنا الكاليماري. هي طبعا كل شويه بقول لكم مش كاليماري عشان بس ما حدش يضحك عليا. فرايد اونيون، فلفل، اهو ده المقالي كده بقى حضراتكم. بنزل بالليمون كده، شويه ملح، شويه فلفل، وكده يبقى احنا شغالين كده. حطينا الليمون اهو، وادي شويه الكريمه اللباني بس. يبقى الجارليك باتر لايم ده اللي احنا الصوص ده اللي احنا عملناه دلوقتي للاسماك المشويه. خليها تغلي مع بعضيها، وطلع السمك بتاعي من الفرن. اهو صلي على حضرة النبي. شوية بقدونس مفرومين اهو، شوية بقدونس مفرومين كده اهم، ناخد شوية شوية كده على السمك. Mm-hmm.